بعد أسابيع على صدور قرار الكونغرس الأمريكي بتشديد الضغوط على المصارف العاملة في لبنان وفرض عقوبات على من يتعامل منها مع حزب الله، رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن المصارف اللبنانية لن تتأثر بالقرار ولا خوف عليها. لا، ما أيضا ما بيأثر إطلاقا على المصارف اللبنانية إطلاقا، وسوف تجد أن المصارف اللبنانية خلال 2016 كذلك سوف يكون هناك نمو. 2015 كنا خايفين، وأنا أتذكر في نفس المؤتمر بداية السنة 2015 أكدت أن المصارف اللبنانية سوف تعطي نتائج جدا جيدة، والحمد لله أنت شفت 2015. 2016 ما عندي خوف عليها. لكن كيف حيترجم هالتشديد بالتعاطي مع المصارف اللبنانية؟ بالعكس، هذه سوف يعطيها دفعة قوية للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية، والبنوك اللبنانية هي ملتزمة بالقوانين والمعايير الدولية، فأنا ما عندي خوف عليها إطلاقا. يوسف أشاد بقوة القطاع المصرفي اللبناني وبأداء مصارفه. والقطاع المصرفي اللبناني هو قطاع ليس جديد، هو يعتبر من أقدم القطاعات المصرفية في المنطقة العربية. شيء ثاني لا ننسى أن كثير من البنوك الكبيرة فيها الجالية اللبنانية أو المصرفيين اللبنانيين الذين كانوا موجودين ويعني أبلوا بلاء حسنا خلال 40 سنة السابقة في البنوك، وبالذات البنوك الكبيرة. فنحن نتكلم على تجربة طويلة وقوية في لبنان، فلهذا السبب أنا أرى المصارف اللبنانية في وضع جدا جيد. أدائها، الأرباح، الميزانية، ملاءة رأس المال، المحفظة النظيفة، الإدارة. وكان يوسف يتحدث لتلفزيون مستقبل على هامش مؤتمر صحفي سنوي استعرض خلاله التطورات الاقتصادية والمصرفية في المنطقة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تكون مليئة بالتحديات، وعلى الحكومات العربية أن تمد يدها للمصارف العربية من أجل مواجهة هذه التحديات، وأن تفتح قنوات الحوار والتنسيق مع المصارف العربية لأداء دورها على الوجه الأفضل لمواجهة تلك التحديات.